بسم الله بسم الله. ربنا آتنا أجورنا الدنيوية لكي تعيننا على المسيرة المباركة التي أنعمت بها علينا يا كريم يا منعم يا عظيم. وإن ربك لذو مغفرة للناس. ها نرجع من البداية، لولا المغفرة ما كنا باقين في الدنيا. ولا وحنا عارفوا غفور ما نيسوش ولا يسمروا على القوم الكافرون، دونك حنا عمرنا من نوصلوا باش نلتحقوا بكم. احنا عرفنا الايمان نعمه من الرحمن، ما لنا قد اتقوني اتقيناه. قال لا تفعل، ما لا مسكنا انفسنا عن الفعل اللي مش جرب عند الله والله. وات 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 المبيد اللي المغفرة تخلينا فعلا آمنين مهما كان البؤس اللي في حولنا ولا البؤس اللي تجيبه خواطر شيطانية. احنا آمنون نعم ربي مش يجرنا، ويعرف اللي يعرف سبحانه وتعالى اللي شيطان هو دخلنا في وعينا خواطر يكيد بها ضد أمننا وضد سعادتنا وضد عقلنا وأهل مجر. نعود إن شاء الله.